هذا المخطط التنظيمي للمدينة اللي ما قدرنا ننفذه خلال سنوات طويلة بسبب تراكم العشوائيات بشكل مرضي. شو يعني؟ يعني بعد شوي في مليارات رح تنحط بجيبتنا. دكتور الله يرضى عليك فهمني، لأنه أنا ما عندي وقت أبدا. دكتور هذا المخطط بالحالات العادية صعب أنه يتنفذ لو شو ما سوينا، لكن بظرف استثنائي ممكن. شو يعني؟ نحن عم نركض لنعزل الحركة ونحصرها بالمناطق المتطرفة على المدن وبس. ايه مزبوط، لأنه حركة المدن ما بصير تتعطل أبدا. لكن إذا دخلت المدن على الضرب وقتها بنقدر نزيل كل العشوائيات، وأنت بتعرف إنه السلاح دخل على البلد وصار بإيد اللي معنا واللي ضدنا، وبهي الحالة لازم نحصر كل الحركة ونخنقها ونخليها لطريق واحد بس. قصدك؟ طبعا. مثلا نحن بدنا نزيل هاي المنطقة، لازم نسد كل الطرق وما نخلي شي نافذ إلا طريق واحد على هاي المنطقة، وبالتالي بنقدر نحصرها وبصير اللي بدنا إياه. بس هيك يعني أنا برأيي رح تشتعل كل المناطق، كله تحت السيطرة طالما المرساة بإيدنا، ما في خوف نهائياً.